اليوم رح نحكي عن الكويك ماسك. مرحبا، معكم نبيل. لكن آخر مرة كنا عم نحكي فيها عن السيلكشن تولز، عن اللاسو تولز، كان لازم نكمل نحكي عن الكويك ماسك، بس بما أنه كانت الحلقة شوي طويلة قررت نعملها على 2 episodes. فاليوم رح كمل أحكي عن الكويك ماسك اللي هو كمان طريقة تانية لحتى أنا أختار فيها الأرياز اللي بدي أشتغل فيها بقلب الصورة على الفوتوشوب. قبل ما أبدأ، إذا بتحبوا تحصلوا على نفس الصورة اللي أنا عم أشتغل عليها، you can find it down in the link. في رابط رح يخطون على الويب سايت اللي من خلاله فيكم تعملوا داونلود للصورة وتقدروا تشتغلوا عليها وتجربوا اللي أنا عم سويه. ولاحظة تانية قبل ما أكمل، كمان مثل ما ذكرت كل هدول الابيسودز حاليا هن للبيجنرز مش ادفانسد. رح نوصل للادفانسد ليفل ان شاء الله، في اشياء كتير كومبليكيتد بعد نحكي عنها، بس هلا حاليا احنا بعدنا بالبيجنرز ليفلز. في كتير ناس انا متاكد انه بيعرفوا هالاشياء هاي، وفي كتير ناس بعد ما بيعرفوها. خلينا نشوف الكويك ماسك تول. اوكي، لكن انا هلا عندي الفوتوشوب شغال. هذه الصوره طبعا موجوده على الويب سايت، مثل ما قلت لكم اللينك موجوده تحت بالديسكريبشن. فيكم تروحوا تعملوا لوج ان بالفيسبوك ولا جوجل اكاونت او بالايميل and you can access هالصورة. أول شيء راح نبلش نروح على الكويك ماسك. فينا نروح عليه من الايكون اللي موجودة هون أو كيو على الكيبورد. أول ما أكبس كيو automatically layer راح يتغير لونه ليصير نفس اللون اللي أنا مختاره جوا الكويك ماسك. هلا أفرجيكم شو بقصد. وثاني شيء راح تلاحظوا إنه الألوان هون راح تقلب لك gray color. خليني أعمل double click حتى أشوف شو هن الأوبشنز الموجودين جوا الكويك ماسك مود. باي ديفولت راح يكون عندي شيء اسمه ماسك ارياز، راح يكون لون بظن اذا ماني غلطان كان لون احمر. هدول هن ديفولت سيتنجز، راح افرجيكم بالاول شو هن، برجع بقول لكم انا شو بفضل احط. فلو قلت انا هلا اوكي، راح ارجع اكبس على الكويك ماسك لحتى ارجع اختاره مره ثانيه. باخذ البراش اختار هون الاوباسيتي 100%، الفلو 100% بوث اوف ذم. بالبراش نورمال مود راح اعمل انا بينت بلون بلاك. اوكي، طبعا البلاك ما راح يطلع بلاك هلا بحكي عنه. اوكي، عملت سيلكشن هون ورجعت عملت كيو لحتى اظهر من الكويك ماسك مود. راح تلاحظوا انه كل شيء سيلكتد الا هاي الاريا. يعني لو انا هلا بختار لون بينك، بجيب البراش وبعمل هون بينت، راح تلاحظوا I'm painting everywhere وين ما كان الا بهالمنطقه. بينما حمل اندو، بينما انا هلا بالكويك ماسك لو بعمل دبل كليك بقول سيلكتد ارياز اوكي، وبرجع على الكويك ماسك مود وبعمل بينت وبرجع بظهر من الكويك ماسك مود، بريس كيو وعلى البراش اند اي بينت. هلا صرت عم بعمل بينتينج جوا السيلكشن. فاذا انا بالنسبه لي بفضل انه يكون سيلكتد ارياز هي الاوبشنز اللي عندي، يعني محل ما اعمل بينت بتكون هي الارياز اللي انا سيلكتينج. اوكي، راح ارجع اظهر من الكويك ماسك، راح اعمل ريفيرت لرجع كل شيء مثل ما كان. تاني شيء بدي احكي عنه هو اللون. بما انه انا عندي هون لون ازرق هو الطاغي بالصوره، فانا بفضل انه الكويك ماسك ما يكون لونه ازرق، يكون لونه شيء تاني. احمر از اوكي، ممكن يكون لون بينك، لون جراي، جرين، شيء لون فاقع، لون اقدر انا انتبه له. والاوباسيتي انا عاده بفضل خليها تكون 70%، لانه بقدر ميز الاريا اللي انا بعمل فيها بينتينج، بنفس الوقت بقدر اشوف الباك جراوند. اوكي، هلا لو بظهر انا من الكويك ماسك مود بريس كيو بجرب البراش، انا هلا صرت عم بينتينج انسايد ماي سيلكشن. ذاتس اكزاكتلي وات اي وونت. اوكي، كنترول دي تو دي سيلكت. لو انا اخترت شيء وبعدين حبيت اعكس السيلكشن، اتس فيري ايزي، خليني اروح على الكويك ماسك على بينت هير كيو، ظهرت من الكويك ماسك مود، صرت بسيلكشن. هلا انا اجيت عم بعمل بينت اوكي، بس انا قررت انه لا ما بدي هاي، انا بدي العكس تماما. فبكل بساطه انا ممكن اي بريس كوماند شيفت اند اي على الماك اور كنترول شيفت اي على الويندوز، هيك بكون انا عملت انفرت للسيلكشن. فينا طبعا اعملها بطريقه تانية اللي هي بجا سيلكت انفرس سيلكشن. هيك انا عكست السيلكشن تماما، شو كان عندي سيلكشن بعكسها 100%.
لكن اذا نحن بنعمل دبل كليك على كويك ماسك تول فينا نحن نقرر شو هو اللون اللي بدنا اياه للكويك ماسك. على اي اساس انا بنقي شو هو الكلر للكويك ماسك اللي عندي؟ حسب شو الصوره. يعني اذا الصوره فيها لون احمر كتير بغير عن اللون الاحمر، بنختار لون تاني، لون كونتراستي، يكون مثلا اخضر ازرق. لو الصورة فيها مثلا لون بيربل كتير كمان ببعد عن لون البيربل او اللون الزهري او اللي هو، او مثلا لو الصورة كان فيها لون اخضر كتير فانا ببعد عن لون الاخضر، بروح مثلا احمر، بروح opposite color. في شغلة العالم رح تستغرب منها اكيد، انا اذا جيت اخترت اللون مثلا الاحمر بالبرش، اخترت البرش انا على الكويك ماسك مود، اخترت اللون الاحمر، رح تلاحظوا انه اللون ما رح يطلع احمر، رح يطلع gray اكيد، لانه انا بالكويك ماسك فعليا I'm not painting any color. I'm painting a selection. فبغض النظر شو هو اللون، أنا فعلياً رح أخذ درجة اللون. فعلياً هي كل الألوان بالنسبة للكويك ماسك هي shades of gray. يعني أنا إذا اخترت اللون الأحمر هو رح يطلع تقريباً 50% gray. لو اخترت اللون الأخضر هو أفتح شوي رح يطلع maybe 35% gray. وهيك. فأي لون رح تختاروه ما رح يبين عندكم مثل ما هو. رح يطلع shades of gray. هلا الحلو بالكويك ماسك انه نحن فينا فعليا نعمل بينتينج بالبرش ونرجع نعمل عليها موديفيكيشن ادجستمنت لهالبينتينج. يعني مثلا نعملها بلورينج نخليها تصير شوي سوفت اكتر، وبعدين بس نخلص بنحولها كل هيدي بنحولها نرجع لها سيلكشن. شوفوا قد ايش هي باورفل. خلينا بقى هلا شوف ليش الكويك ماسك مود مش اللاسو او مش شيء تاني. مثلا فينا اجي على البوليجونال لاسو تول وبلش اختار النقط تبعيتي. اذا ما بتعرفوا كيف فيكن تروحوا على الابيسود اللي قبل هاي، راح احط اللينك بالدسكريبشن وتشوفوا كيف نستعمل بوليجونال لاسو تول. ولكن لما اجي على منطقة مثل هاي انا في عندي خيارين، فيني اني انا لو كبست الاوبشن او الالت على الويندوز، اوبشن على الماك، تتحول هي اوتوماتيكلي للاسو تول instead of polygonal lasso tool. بس كمان في احيانا انا بكون بدي flexibility اكتر. يعني مثلا لو انا اجيت عملتها هيك وسكرت السيلكشن تبعيتي، double click I can close the selection. في نحول هاي لquick mask q، ولا اذا بعمل zoom in بعمل zoom ب command option 0 بتعني actual size الحجم الحقيقي للصورة، او اللي هو control alt 0 على الويندوز، او command او control plus and minus zoom in and zoom out. هلا هون انا فيني استعمل البرش. شوفوا بقى كيف تبلش الباور اوف كويك ماسك. بالبرش انا رح احول البرش لهارد ايدج لصغيره، وهلا انا ممكن I can paint in my selection. طبعا انا هلا ما راح اكون كتير دقيق لانه انا بس عم بعمل لكم demonstration عن استعمال التول، مش عم جرب اعمل actual editing للصورة. اوكي فلاحظوا هلا انا اذا اجيت عملت هيك هون برجع هاي اللي عدلتها بقدر ارجع احولها لكويك ماسك، من كويك ماسك لسيلكشن and so on. Ctrl D to deselect. مثل ما فينا نعمل painting بالبرش فينا نستعمل اي tool تاني. يعني فينا كمان نستعمل اللاسو، فينا نستعمل blurring tool، فينا نستعمل sharpen tool، whatever اي tool بتكون اياها is available بالquick mask mode. بس تذكروا منيح انه كل هول الاشياء اللي عم تعملوها عم تتطبق بس على selection اللي بعدين بدنا نستعملها على الصورة. What can be even more powerful هو لما بلش انا اعمل adjustment على الquick mask نفسه. يعني لو انا اجيت حولت على الكويك ماسك وجبت البرش وعملت هون بينت لهي السيلكشن مثلا، بس بدي اياها تكون سوفت، شوف شو راح اعمل. I will blur this، بجي على الفلتر blur gaussian blur. هلا انا صرت عم بعمل blurring، بس بلورينج لشو؟ بلورينج للبينت اللي عملته بالكويك ماسك مود اللي هو بعدين بيرجع يتحول لسيلكشن. مثل بلور اوكي I can resize it control T
to transform, free transformation. هلا اذا بعملها Q تحولت ل selection. لو بها selection انا اجيت حبيت اعمل new adjustment layer curves مثلا, فتحتها, لاحظوا كيف هلا الافكت عم بصير بس على المنطقة اللي انا كنت مختارة. خليني اشوف كيف شكل المنطقة اللي انا اخترتها, هي موجودة بقلب الماسك اللي موجود هون. رح نرجع نحكي عن الماسك بتفاصيل اكتر. لا اقدر اشوف الماسك لحاله, I'll press Alt او Option على الماك. هذا شكل السيلكشن, معناته انا رح استعمل الكويك ماسك كل ما يكون في عندي Advanced Selection بصورته. كل ما تعقدت اكتر السيلكشن, الكويك ماسك رح يسهل لي اياها. لكن هذا الابيسود كانت لحتى اكمل اللي بلشته بالسيلكشن تولز باللاسو. هذه كانت على الكويك ماسك مود, بتمنى انه تكون مفيدة لكم وتعلمتوا شيء جديد. بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب, فولو مي على انستغرام, ليف ا كومنت, اسك مي كويستشنز. اذا في شيء معين بتحبوا تعرفوا عنه بليز فيل فري تو اسك بكومنت اور بمسج. ثانك يو فور واتشينج, سي يو نيكست تايم.